احنا النهاردة في على مسؤوليتي عاوزين نتابع احداث الامر الذي يتعلق بهذه الحالة الثورية الجديدة التي نشأت وبزغت في مواجهة هذا الانقلاب العسكري في 3 يوليو. احنا لما بنيجي نتكلم عن هذه الحالة احنا بنتكلم دلوقتي ان الامر فاق 100 يوم، بنتكلم على انه عدد الجمعات تقريبا وصلت ل15. لما بنتكلم على كل ده بنشوف مدى التراكم والتواصل المهم جدا في هذه الحالة والحركة الثورية. لذلك احنا بنقول من بطن المحنة الانقلابية ولدت المنحة الثورية، هو ده اللي احنا بنقوله. واحنا لا ننظر الى الثورة على اعتبار انها يوم او 18 يوم، او بنرى انها مواصلة لمثل هذه الاحتجاجات في محمد محمود وفي محمد محمود 2 وفي مجلس الوزراء وفي احداث ماسبيرو وفي كل الاحداث اللي احنا بنعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه الملحمة الثورية. احنا بنعيش عصر ملحمة ثورية، ملحمة ثورية مستمرة. علشان كده احنا امامنا وقت وامامنا وضع لابد وان نواجه فيه كل من يريد ان يقتنص هذه الثورة منه، ان يقتنص هذه الثورة من ابنائها، ان يسرق هذه الثورة او يلتف حولها، او من يريد ان ينحرف بهذه الثورة، او من يريد ان يمكن للثورة المضادة في مواجهة هذه الثورة، او من يريد ان يشكل حجم المصالح التي تتعلق بالدولة العميقة حينما تتكاتف في مصالحها وتتحالف حتى يمكن ان تحقق هذه المصالح. احنا في ملحمة ثورية. نعم. علشان كده احنا النهاردة بنقف عند شيء غاية في الأهمية، بنقف عند حالة من الحالات التي تشكل عبقرية هذه الثورة المصرية، وتمثل أيضا حالة من عبقرية هذا الشعب المصري. بعض الناس يمكن يتكلم عن الشعب المصري بسلبية، أنا مش من هؤلاء الناس، لكن عارف كمان أن شعبنا فيه صفات شديدة السوء، وإنه هذه الصفات للأسف الشديد بتبرز في أوقات معينة، لكن هذا الشعب أيضا في معدن أصيل بيكون رصيد لمثل هذه الحالة الثورية. ولما بنقول إنه موجود ده وموجود ده، بنقول إنه الحدث هو اللي بيكشف في هذا الشعب عن كل أحواله. إذا كنا بنقول إنه 18 يوم أظهرت كل محاسننا في ثورة 25 يناير، بنقول إن الفترة التي أتت بعد ذلك بما فيها فترة الانقلاب العسكري أظهرت كثير من عيوبنا. علشان كده إحنا بنتوقف النهاردة عن شيء مهم جدا، بنقول كعنوان ومدخل لهذه المداخلة المهمة، هو هتاف الصامدين وهتاف الصامتين. احنا بنتكلم هنا عن حالة وخطاب بيتعلق بالحالة الثورية، بنتكلم عن هتاف الصامدين باعتباره ظاهرة غاية في الأهمية، هذه الظاهرة التي تتعلق بهذا الشعب العظيم حينما يواصل احتجاجاته اللي استمرت فترة طويلة من الزمن، احتجاجاته اللي بتأتي وتتعاظم وتتراكم وتبدو هكذا راسخة عظيمة ثابتة، واحتجاجات أخرى متقطعة ومنزوية أحيانا، ولكنها في أحوال أخرى تخرج هذه الاحتجاجات لتمثل بعد ذلك حالة ثورية مهمة ضمن هذه الملحمة الكبرى التي تتعلق بالحفاظ على ثورة 25 يناير. لما بنتكلم على الهتاف وهتاف الصامدين، فأنا هنا بتذكر هتاف الصامتين، لأنه في أيام
التي مرت بنا ومنذ عهد 52، ومنذ أن حدث مثل هذه الأحداث كان هناك هتافا للصامتين كعنوان للكبت والاستبداد الذي عشناه. هتاف الصامتين، لأن هؤلاء الصامتين للأسف الشديد كانوا لا يجدوا في تعبيرهم إلا في إطار عمليات وسلوكيات ومواقف. أنا بتذكر هنا أستاذنا سيد عويس رحمة الله عليه، الدكتور سيد عويس بتعقد له أبوة علم الاجتماع في مصر المعاصر. ليه؟ لأن هذا الرجل لامس أشياء كثيرة تتعلق بعلم المجتمع المصري، وبيتكلم عن علم اجتماع هذا المجتمع المصري في إطار ما يتنفس به الناس، ما يتلفظ به الناس، ما يكتبه الناس في رسائل. يعني هو في مرة كان درس رسائل اللي كانت بتتحط في الإمام الشافعي، مهم أوي، بيتكلم عن هذه الحالة لأنه بيعبر إزاي الناس يمكن أن تفيد ما يجيش بصدرها في إطار هذه الرسائل اللي هي بتعتبرها رسائل سرية بتتوجه بها إلى شخص أو رمز موثوق فيه. برضو عالج الأستاذ سيد عويس، أستاذنا الأستاذ سيد الدكتور سيد عويس، عالج شيء مهم جدا سماه هتاف الصامدين، العبارات اللي بتتكتب على التاكسي واللي بتتكتب على الميكروباصات واللي بتتكتب على الأتوبيسات واللي بتتكتب على كل الوسائل التي تتعلق بنقل الناس. وقف عند هذه الأشياء واستطاع أن يستنبط منها روح اجتماعية وضمير مجتمع لهذا الشعب، قيم أساسية تحكم هذا الشعب وتحكم قدرته وتحكم قواه. إذن نحن أمام رجل مهم جدا، رجل فعلا بيمثل بصمة غاية في الأهمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، في علم الاجتماع على وجه الخصوص، في علم الاجتماع السياسي على وجه أخص. لما بيتكلم عن هتاف الصامتين كان بيكلمنا ليه الهتاف ده صامت، ليه الهتاف ده بيتكتب، لأنه المسألة كلها كانت حالة من حالات الاستبداد، الاستبداد السياسي والمجتمعي، ولكن يستطيع هو أن ينفس عن هذا الأمر المكبوت في صدره والمكبوت في نفسه. لما بنيجي نتكلم عن هنا بنتكلم كمان عن جيمس سكوت، لما كان بيتكلم عن كيف يهمس المحكومون من وراء ظهر حكامهم. الناس بتخاف، لكن لما بتخاف بتوجد وسائل علشان تعبر فيها بها عما في نفسها وعما يجيش بخاطرها في هذا المقام. لما بنتكلم على كل ده بنؤكد على معاني كثيرة جدا، بنؤكد على أهم المعاني الذي يطلقها هذا الشخص البسيط في مكنوناته. هنا بنتكلم على ما يمكن تسميته بالطاقة الرمزية. أيوة، في طاقة وفي إمكانات رمزية تتعلق بالجماعات وتتعلق بالشعوب. احنا هنا ما بنتكلمش على أفراد، الرجل هنا بيملك سيارة بيكتب عليها كلام أو شيء، ومن ثم هو في النهاية سلوك فردي هو بيعبر بيه عن نفسه. طب لو كان السلوك جماعي يعبر عن نفسه إزاي؟ يعبر عن نفسه في هتاف الصامتين. هو ده اللي عاوزين نقف عنده. هتاف الصامتين بما يشكل حالة وجدانية وحالة نفسية وحالة من الوعي الجماعي. بنقول هنا إن الطاقة الرمزية دي بتتحول إلى طاقات احتجاجية في مظاهرات، في اعتصامات، في كل هذه الأشياء. ومن ثم هذه الأمور التي تمارس بشكل جماعي من خلال هذه الطاقات الجماعية بتشكل وعي جمعي للناس، وعي العقول،
ولذلك احنا لما بنشوف البعض وبنتكلم عن غسل العقول وغسل الدماغ والكلام ده كله، برضه بنعذر شعبنا في هذا الاطار. عندنا اعلام للاسف الشديد كاذب مدمر متآمر على حياة هذا الشعب وعلى وعيه، بيزيف كل البطاقات التي تتعلق بهذا الشعب، بيزيف كل وحش يمكن أن يلامسه هذا الشعب في حياته وفي وجدانه حتى يبني مستقبله وحتى يؤصل معنى الثورة فيه، خاصة ثورة 25 يناير المجيدة. علشان كده لما بنقول ان الطاقة الرمزية دي بترتبط بالوعي السياسي، دي مسألة مهمة، بترتبط بحاجة كمان اسمها الوعي الجمعي والوعي الجماعي والضمير الجمعي، دي مسألة كمان اكثر اهمية، لانه بنربي في الانسان حالة مهمة جدا تتعلق بقدرته على المقاومة وقدرته على الاحتجاج. علشان كده احنا بنتكلم على شيء مهم جدا في مثل هذه الهتافات. بعد 30 يونيو وبعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو، حدث نوع من تطور في حالة الشعارات والهتافات التي حدثت، وأنا بسميها هنا هتافات الصامدين. لكن مش كل شيء اتغير، لازم نعرف كده ليه؟ لأنه هذه الحالة الثورية الآن هي ممزوجة ومتصلة بالحالة الثورية في 25 يناير. ثورة 25 يناير بتشكل حالة حقيقية بما تعبر عنه من طاقة وجدانية وإنسانية في هذا المقام، طاقة شعبية، وعي جماعي. نعم، إذن نحن أمام الهتاف. الهتاف ده إيه؟ الهتاف كلمة بليغة كثيفة مختصرة، بس بتحمل معاني كبيرة ومغازي عظيمة. هو ده المعنى المهم جدا اللي احنا عاوزين نتوقف عنده. ده اختراعات شعبية، براءات اختراع تتعلق بهذا الشعب العظيم حينما يحاول ان يؤكد على معاني معينة فقط من خلال هتافات. احنا مش محتاجين حكومات، احنا محتاجين حكومات تتدبر فقط مثل هذه الشعارات، لانها بتشكل في جوهرها مطالب حقيقية. علشان كده لما بنقول ايه اللي بقى من هتافات الثورة في ثورة 25 يناير، فضل فيها كتير، لكن اضيف اليها في هذه الحالة الثورية وفي هذه الملحمة الثورية الجديدة ضد الانقلاب. عاوزين نقف شوية عن بعض الهتافات اللي استمرت، وهنشوف بعض الهتافات اللي استجدت، اللي هي بسميها أنا الانتقال من هتاف الصامتين إلى هتاف الصامدين. لو احنا عاوزين نتكلم عن أول هتاف نشأ مع ثورة 25 يناير، وهو الذي يحدد وضع استراتيجية كبرى لهذا الوطن في أهدافه الكبرى. أي والله استراتيجية، ما أنا بس علشان أقول له، علشان بس تقولوا له، لا، هذا الشعب العظيم استطاع أن يؤسس لهذه المطالب في 4 كلمات: عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. ده مش هتاف، ده برنامج عمل. هو ممكن يأكل لقمة بسيطة ولكنها مغموسة بالعزة والكرامة، ومش ممكن يأكل أبدا شيء ولا أشياء أخرى زي فطير ولا المسائل دي كلها ولكنها مغموسة بالعز بالذل والانكسار. هو ده الشعب. علشان كده لما بنقول عيش بنقول الحاجات الأساسية، بنقول الحاجات الأساسية التي تعبر عن هذا الوطن واحتياجات هذا الشعب العظيم، بنعبر عن المضمون الاقتصادي الذي يجب أن يكون ضمن اهتمام هذه الحكومة. الحكومة قربت أو معرفش عدت الميديو حكومة الانقلابية، وبعد كده بيقول لك احنا ما عملناش زي مرسي،
ايه يا سيدي، احنا ما قلناش ان احنا هنحقق حاجه بعد 100 يوم. لا يا سيدي، انت مطالب بتحقيق، اوعى تفتكر ان انت بعيد عن الحساب، لانه المعاش والعيش الذي يتعلق بالانسان واقتصاده وحياته وعزه وكرامته، اللي هو الاساس لكل حريه بعد كده، حريه مجتمعيه وحريه اجتماعيه ومسؤوليه اجتماعيه وحريه سياسيه وحريه تعبير، ما تجيش الا بعد ما هو يحس ان عيشه في امان. علشان كده اوعى تهدد عيشه، اوعى تقوم باي عمل مضاد لحياته وحركته وتحصيل معاشه، اوعى تقوم باي شيء يؤدي الى تهديد هذا الامر الذي يتعلق بحدود الدنيا اللي مش ممكن يتنازل عنها. ايوه، عيش. ومن ثم البعد ده بيرسم حاله وسياسه اقتصاديه مهمه، وبعدين بيتكلم عن الحريه، باب الحرية، باب الحرية اللي هو بيتعلق به كل يوم بحركته يشعر بالأمان، يشعر بالسكينة، يشعر بالاطمئنان. هو ده المعنى المهم اللي بيقف عنده لما بيطالب بالحرية. الحرية هي كيانه، هو مش إنسان عبد، لأنه العبودية هتعني انه يفقد كل ما يؤدي الى كرامته الانسانيه. علشان كده هو بيربط ما بين الحريه وبيربط ما بين الكرامه الانسانيه. حريته انه يعبر عن كل شيء في داخله، حريته انه يعبر عن همومه، حريته انه يعبر عن مطالبه، حريته انه يقول اه ويقول لا، ويقول اه من الالم. ده احنا دلوقتي بيعز علينا ان احنا نقول اه من الالم. دلوقتي عادت ممنوعه، مكبوته، انضرب وما تقولش اه. ده كلام خطير جدا في حياتنا الانقلابيه وفي الحاله الانقلابيه اللي احنا بنعيشها، حاله الاعتقالات وحاله تكميم الافواه وحالة كل الأمور التي تتعلق بالقتل والحالات التي تتعلق بالتعذيب والمهانة. كل هذه الأمور بتؤكد شيء خطير، بتؤكد أن قيمة الحرية صارت مفقودة عند الإنسان العادي، حاسس أن عنده مشكلة. إحنا ما بنتكلمش هنا إلا عن الأحرار، ما بنتكلمش عن العبيد، لأن العبيد دول لهم شأن آخر، يتلذذون بالعبودية. عبد كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير. أيوة، لا يأتي بخير. أما الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، أصل من أصول تكريمه وهو مرتبط بحريته. كرامة الإنسانية لما بتتكلم عليها كرامة حقيقية. الكرامة الإنسانية لما بنربطها بالحرية هي اللي تكمل طاقة الحرية. إذن هذا الأمر الذي يتعلق بالكرامة الإنسانية والحرية مسألة مهمة جدا. الشيء المهم جدا لما يعيش في مجتمع ويعيش مع بشر وفي ناس بتحكمه وهو محكوم وفي وزير وفي غفير، يبقى لازم يكون في ايه؟ عدالة اجتماعية. ايوه، عدالة اجتماعية ومجتمعية، مش تبقى هي دولة بين الاغنياء منهم، ولا هي طبقة معينة تدلدل رجليها على خلق الله تأخذ كل الدخل وتصرفه في كل ما يتعلق بهزل وترف، وتترك الآخرين يجوعون ويموتون من الجوع. لا، ما تنفعش، مش هي دي المعادلة اللي بترتبط بالعدالة الاجتماعية. علشان كده لما بنتكلم على هذه الرباعية بنقول دي استراتيجية،
بنقول ان اي واحد يجي لما يجي يحط برنامجه الحكومي او برنامجه السياسي لازم يبقى عارف ان هي دي اصول، يجب ان تكون اصول مرعيه واستراتيجيه كليه. اظن انه ده شيء مهم جدا في الهتاف الاول، الهتاف العبقري الاول. هتاف بيحدد مسار ومسيره، مسار سياسي ومسار اقتصادي ومسار اجتماعي ومسار يتعلق بتكريم الإنسان في ذاته وحقوقه الإنسانية وحقوقه التأسيسية وحقوقه السياسية والمدنية. هو ده المعنى اللي احنا بنقف عنده. من العبارات أيضا والهتافات التي استمرت كان هتاف يسقط يسقط النظام، أو الشعب يطالب بإسقاط النظام. لما بيجي يتكلم على هذا، وده برضه شعار وهتاف استمر من الناحية الرمزية، الشعب هنا واعي جدا. ما قالش يسقط الرئيس، ممكن تكون في هتافات كده، لكن اللي بيغلف كل هذه الهتافات هو الهتاف الأساسي، الشعب يطالب بإسقاط النظام. لما بنقول ان الشعب يطالب باسقاط النظام، دي حاله ومهمه جدا، انه الشعب ده بيفرق ما بين منظومه وسيستم وما بين اشخاص يمكن ان يديروا هذا النظام وهذه المنظومه. علشان كده هو بيقول انه عاوز تغيير، وتغيير جذري. التغيير الجذري هو اللي بيعبر عن حاله ثوريه حقيقيه. مش نعمل شوية تعديلات وشوية تزيينات هنا أو هناك، مش زي ما حصل إنه كل مرة من الأمور لما تحدث حالة ثورية أو تحدث احتجاجات ثورية هتتدحرج في حجر العسكر. هي دي المعنى اللي بيرضى واللي بيحاول إنه يمنع تغيير النظام والمنظومة. خلينا نقول إن انقلاب يوليو، انقلاب 3 يوليو بيؤكد على هذا الأمر، بيؤكد انه ازاي هو بيقول ان المعركة الحقيقية هي مع قوى الثورة المضادة المتحالفة، هي مع قوى الدولة العميقة والدولة الغويطة. الدولة الغويطة اللي بتشتغل من تحت، الدولة الغويطة اللي بتتحكم في مفاصل المجتمع السياسي والدولة الحقيقية. علشان كده احنا بنتكلم على عبقرية اخرى لهذا الشعب في رؤية مهمة جدا في هذا السياق. ايه العبقرية؟ تأتي من ماذا؟ تأتي من انه بيفرق ما بين اسقاط شخوص واسقاط نظام منظومة. هي دي المعنى اللي بيتعلق بمفهوم التغيير الذي يعقب ثورة حقيقية، استراتيجية تغيير جذري حقيقية وكبرى تشمل كافة المناحي التي تتعلق بهذا. معركتنا احنا مع الدولة الغويطة ومع الثورة المضادة ومع التحالفات اللي تهددت بثورة 25 يناير. الهتاف الثالث المهم اللي استمر وكان مهم جداً، سلمية سلمية. أيوة، مهم جدا إن احنا نعبر عن طاقة هذا الهتاف الثالث الذي يتعلق ما أنا بباسط يدي لأقتلك. ليه؟ لأنه هذا المعنى الذي يتعلق بالمسار السلمي في الاحتجاج هو ده المعنى الحقيقي الذي يجب أن نرتكز عليه. أنا عاوز أقول لكم حاجة، المستبد لما بيحاول إنه يضرب خصومه بيستدرجهم إلى العنف ثم يضربهم به. هي دي لعبته، لعبة خطيرة زي فرق تازو كده، هي دي لعبة تانية. اللعبة التانية إنه يستدرجهم للعنف ثم يضربهم به. ليه؟ لأنه هو ما يملكش وما بيتميزش إلا بوسائل البطش، بوسائل الطغيان المادية. هو عاوز يستخدمها، بس عاوز يوجد لها غطاء. يوجد لها غطاء بإيه؟
يقول عليك ان انت ما بست عنف ويقول عليك ان انت ارهابي. احنا مش هنولهم دي، احنا لا عندنا عنف ولا احنا ارهابيين. علشان كده اللي بيموت بيموت مننا، اللي بيصاب بيصاب من عندنا، اللي بيحصل له حاجة بيحصل في هذا الفريق. علشان كده لازم نؤكد على المعنى الذي يتعلق بالسلمية. السلمية هي طوق النجاة، السلمية هي الغطاء الحقيقي لأي عمل شرعي يتعلق بقدرة احتجاجية على المدى الطويل. هتؤدي إلى إفلاس ذلك النظام لأنه مش عارف يجد طريقة إنه يسحبك بيها ويجرك إلى العنف ويمارس هو أقصى درجات العنف. هو ده المعنى اللي بيتعلق بسلمية. سلمية السلمية هنا كمان اوعى تشوف إنها طاقة سلبية، أبدا، ده هي طاقة إيجابية. طاقة إيجابية لأنها بتحافظ على عمران بلدي، لأنه مش من مصلحتي إن أنا أستخدم عنف ضد طاقتي ولا بنيتي الأساسية. المسألة الأساسية هنا إنه أنا قادر وأدي المعنى الذي يتعلق بمعنى السلمية الحقيقية، بالضغط بهذه السلمية في إطار أصول وأشكال احتجاجية. كل هذه الأمور بتعبر عن طاقة حقيقية. لو احنا بنتكلم على مثل هذه الهتافات، هتافات الصامدين اللي احنا عاوزين نذكر بيها في هذا المقام، بنقول كمان في شيء مهم جدا بيحدد مفهوم الامن الحقيقي. لما بيقول امن الدولة، يا امن الدولة فين الامن وفين الدولة؟ اظن انه ده ايضا شعار عبقري. بيتكلم يعني ايه مفهوم الامن، بيتكلم يعني ايه مفهوم الدولة، بيتكلم يعني ايه الاجهزة اللي بتقوم بالامن، ايه المواصفات اللي بتتعلق بيها. مش انها تقوم باجتياح الانسان وكرامته في البلد ونقول ده علشان يحقق الامن. وما بين مفهوم الامن والامن القومي كمان المسائل كلها احتارنا، لان كل شيء بقى امن قومي. لما تعمل كده بايديك بقت بتهدد الامن القومي، لما بتقول كلمه وبتتفوه بكلمه ضد الانقلاب يبقى بتهدد الامن القومي. امال هو ايه مفهوم الامن اللي احنا محتاجينه؟ هو بيقول فين الامن وفين الدوله، يعني فين الامن الحقيقي اللي بيتعلق بهذا البلد، فين الامن الانساني اللي بيتعلق بمعاشي، فين الامن الانساني اللي بيتعلق بحالي وحياتي، فين الامن الانساني اللي بيتعلق بتعليمي وبمستقبل ولادي. هو ده المعنى اللي هو بيقول فين الامن. فين الدوله كمان مهم جدا، علشان الناس اللي بتفلسفوا علينا وبتكلموا عن هذه المسألة للأسف الشديد بيقعدوا يتفلسفوا علينا ويقولولنا الدولة ايه بيت الدولة، الدولة لازم نحافظ عليها، كل الكلام ده. واحنا لما قلنا لهم انكم لا تفهمون الدولة، علشان نؤكد لهم ان الدولة مرتبطة بوظائف، مرتبطة بجوهر دور يجب ان تقوم به. احنا عاوزين الدولة العادلة الفاعلة الراشدة، مش الدولة الباطشة المتغطرسة المستبدة القمعية البوليسية الفاشية. لا، علشان كده بنقول لهم فين الامن وفين الدولة. مش امن الدولة ان انتوا تطردوا الناس في الشوارع وتطردوا الناس في البيوت وتطردوا الناس في مساكنهم وفي سربهم وفي حياتهم وفي معاشهم. لا، مش هينفع، لأنه ده عمره ما كان أمن. هو ده اللي بيصنع الغضب وبيصنع وبيزيد ما يمكن تسميته بالحالة الثورية.
يبقى فين الأمن وفين الدولة. يجي بعد كده برضو من الأشياء اللي استمرت المهمة اللي هو الشعار المهم اللي بيتعلق بيسقط يسقط حكم العسكر. أيوة بنهتف ضد العسكر، مصر دولة مش معسكر. أظن مفيش أبلغ من كده. البلاغة الشعبية، الفصاحة الشعبية، التركيز في هذه الكلمات الموعية التي تعبر عن أصول تتعلق برسم خريطة العلاقات المدنية العسكرية موجودة في هذا الهتاف وهذا الشعار. خلينا كده نقول ليه يسقط حكم العسكر، عشان احنا بنقول احنا مش ضد جيشنا. ايوه احنا واحنا بنحتفل بحرب اكتوبر بنتذكر جيشنا العظيم، بنتذكر شرف العسكرية المصرية في هذا المقام، هذا الشرف اللي بيشكله يسقط حكم العسكر انما يشكل طاقة حقيقية في هذا الاطار، بيشكل ان العسكر لهم مكان يجب ان هم يظلوا فيه، لهم ميدان يجب ان يعملوا فيه. ميدانهم مش هو الحياة المدنية، الحياة المدنية لها اهلها. علشان كده أيوة بنهتف ضد العسكر. اللي هيستغرب مننا ان احنا بنقول يسقط حكم العسكر بنقول له لا احنا بنهتف ضد العسكر. ليه بنهتف ضد العسكر ما بنهتفش ضد جيشنا؟ أيوة علشان بنهتف ضد العسكر لما يتدخلوا في السياسة، لكن لما بيعملوا جدورهم زي ما عملوا في حرب اكتوبر المجيدة اللي أزالوا بها عار نكسة 67، يبقى بنتكلم هنا عن جيش مصر العظيم. مش كده ولا ايه؟ ما يتدخلوا في السياسة وعاوزين يحكموا ويتحكموا يبقوا عسكر، وهنا بنقول لهم انه دوركم هو في الميدان وفي السكنات وفي المعسكر. ايوة مصر دولة مش معسكر، دولة مدنية بكل طاقتها، دولة بتحقق القوى السياسية فيها كل عناصرها المهمة في هذا الإطار. نيجي بقى بعد كده ايه اللي استجد في هذا السياق. اللي بيستجد في هذا السياق فيه طبعا احنا لو لدينا الوقت كنا عملنا جردة لكل هذه الشعارات، والشعارات دي يعني دلوقتي تعد بالمئات، في مئات الشعارات، في شعارات بتطلع لأحداث خاصة. علشان كده احنا وقفنا بس على الشعارات اللي احنا بنعتبرها شعارات مفصلية بتؤسس لمعنى مهم جدا للدولة المصرية ومستقبل الوطن والبلد مصر الجديدة التي نريد. علشان كده بنؤكد على شيء مهم جدا، لما بيتكلم عن الانقلاب بنقول له ان الانقلاب هو الارهاب. ليه بنقول كده؟ لانه بنؤكد على حقيقة اساسية، بنقول ان اللي بيقطع طريق الناس ومسارها السياسي الحقيقي الذي يتعلق بالانتخابات وانتخاب رئيس مدني منتخب وانتخاب مؤسسات والمؤسسات المنتخبة، ومش يشتغل هو بالمؤسسات العميقة المعينة الدولة الغويطة اللي بتقوم بكل شيء في إفساد حياة مصري ومستقبلها السياسي للأسف الشديد. لما بنتكلم عن كده بنقول الانقلاب هو الإرهاب، ومش الإرهاب هو المواطن الأعزل اللي بيحاول إنه يعبر عن رأيه وبيحاول إنه يعبر عن موقفه واتجاهه. علشان كده خلينا نقول إيه هو الإرهاب وإيه هو الانقلاب. عاوز يقول له يا سيدي حدد مفهوم الانقلاب عشان نقول لك أنت إيه بالظبط، وحدد مفهوم الإرهاب علشان نقول لك انت ايه بالظبط. كمان في دور مهم جدا في إطار هتاف بينشأ الآن مع الحركة الطلابية بتقول ثوار الطلاب في مواجهة الانقلاب،
بيقولوا ان الطلاب في مواجهة الانقلاب بيقولوا ان في طاقة ثورية جديدة قادرة على ان تقوم بكل هذا العمل. بيقولوا شيء مهم جدا، بيقولوا انه في طاقة تتعلق بالحركة الطلابية قادمة في هذا المقام. لما بيقولوا ده بيقولوا أشياء أخرى مهمة جدا في إطار ما يمكن تسميته بالحركة الطلابية في هذا السياق. بيقولوا أشياء مهمة جدا، الثورة ثورة طلاب يسقط يسقط الانقلاب. مهم أوي الكلام ده. بيقول له اكتب من سور الكلية تسقط تسقط الضبطية، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الضبطية الجماعية وتكميم الأفواه وكل الكلام ده. بيقول صوت الطلبة عمره ما يموت. بيقول إنه المهم جدا في هذا الإطار إنه الطلاب بيشكلوا طاقة مهمة جدا في هذه الحركة الثورية في هذا الإطار وفي هذا المقام. عندنا هتافات كتيرة جدا بنشوفها بنقول رابعة رابعة الحرية، علشان بيؤكدوا على المعنى اللي بيتعلق برابعة وارتباطها بالحرية. بقت علامة رابعة هي علامة الحرية، علامة رابعة هي علامة مواجهة الانقلاب، رمز رابعة هو اللي بيؤكد على كل ثورة وثبات. المعنى ده معنى مهم جدا في هذا الإطار. قبل ما أختم لازم نؤكد على كل المسألة التي تتعلق بالشهداء، لأنه أيضا هتافات الشهداء من الهتافات المهمة، هي من الهتافات المستمرة والهتافات المستجدة أيضا في هذا الإطار. ليه؟ بتؤكد على الشهيد وحقه، بتؤكد على إنه الشهيد إحنا هنواصل مسيرته وهنواصل كفاحه وعمله ومساره، بتؤكد على إنه الشهيد لازم ناخد حقه ونعمل كل ما يتعلق بتأسيس عملية القصاص له في حياته، لأنه هذه المسألة مسألة حيوية. الشهيد يا شهيدنا مرتاح وإحنا نكمل الكفاح. احنا هنا بنتكلم عن كل هذه الهتافات، لانه احنا انتقلنا من هتاف الصامدين اللي كان بيتكلم عليه استاذنا الدكتور سيد عويس الى هتاف الصامدين اللي بيتكلم عليه استاذنا وهو الشعب المصري. الشعب المصري بيؤكد ان له من الاستاذيه حينما يحتج وحينما يصور وحينما يهتف. تخرج من أفواهه الحكمة والإرادة. سيف الدين عبد الفتاح على مسؤوليتي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.